النهارده هنعمل مع بعض سمك. سمك بلطي، ممكن تجيبي اي نوع سمك، هنعمل صينيه. فانا قلت يعني معقول سعر البلطي بالحجم ده معقول، فهجيبه النهارده واعمل بيه سمك صينيه بالبلطي. ليه بقى تتبيله وليه حشوه كده وليه تركيبه حلوه جدا، ان شاء الله تعجبكم وتطلع طريه وحلوه. انا عندي سمك بلطي، مش كل مره بقى هنعمله مقلي، يعني مشهور عندنا قوي البلطي يا مشوي يا مقلي، لا المره دي هنعمله صينيه وان شاء الله هيطلع حلو جدا. انا عندي سمك بلطي طبعا الكميه اللي انت عايزاها، هتبله واحشيه الحشوه العاديه خالص اللي هي ايه، توم وملح وكمون وعصير ليمون، ده العادي جدا بتاع الايه السمك. طيب انا عايزه اعمله بقى حاجه تانية، ان انا احطه في الفرن، يعني هحطه على النار الاول يتسبك كده، اسبكه بايه عشان يديله لحم السمك ده يشرب من التسبيكه دي. انا هسبك له ايه، طماطم مبشوره. طماطم مبشوره طبعا انا مش عايزه اقول كميات، انت ممكن تعملي الكميه اللي انت عايزاها، يعني انا مثلا لو عملت 2 كيلو من السمك البلطي بجيب حوالي اكتر من نص كيلو بشويه طماطم وابشرها، جزرتين كبار مبشورين، بصل، كرفس، كرفس عشان السمك بيحب الكرفس جدا، كرفس البلدي العادي بتاعنا، هو غالي شويه بس يعني خضره برضو، فلفل رومي، فلفل حامي، ممكن شويه بقدونس وبس، ده انا وشويه زيت. نيجي بقى نعمل خلطة التتبيلة وهي الثوم والكمون وعصير الليمون. ثوم مفروم، ادقلي كده قوي، لو انت عندك مثلا في التلاجة طلعي مثلا معلقة كبيرة من الثوم المفروم زي اللي عملناه كده امبارح، كمون وملح، نملحه حلو، وعصير الليمون اعصر لي كده قد ايه، ليمونتين، هنيجي هنا بقى خلاص اتبله واسيبه شويه. ممكن لو السمكيه كبيره بنعمل لها فتحات كده من ايه، من فوق شويه من هنا كده عشان تشرب من التتبيله، لو صغيره انا حاسه ان هي وسط فمش مشكله بالنسبه لي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اضربها كوبايه زيت كده، اجيب بصلايه، اجي بقى هنا اهو البصل والطماطم المبشوره والجزر المبشور وشويه بقدونس والكرفس ده المهم، وادي الفلفل الايه الرومي. هاجي بقى ممكن اعمل ايه، انا اجيب الكرفس كده واقطعه العيدان كده واحط في قلب كل واحده حته كرفسه كده سليمه، وممكن تحطي كمان شريحه ليمون. هجيب بقى هنا ادي البصلايه كبيره كده، بسم الله الرحمن الرحيم، مع شويه ملح وفلفل وكمون كمان، واشوح في البصله تقليبه، هنزل عليها الفلفل الرومي والفلفل الحامي، طبعا لو مش عايزه حامي ده اختياري ده يريحك، فلفل رومي وفلفل حامي، هخليها مشعوطه النهارده مشعوطه لان دول هحطك حبه يعتبر كويسين، انا حاطه حبه جوه الايه، جوه خلطه التوم وحبه هنا مع الفلفل الرومي، فهتبقى حرقه شويه بس ممكن تبقى كويسه يعني. خليهم يفضلوا شويه صغيرين كده. طماطم مبشوره، دي حوالي نص كيلو من الطماطم المبشوره، الكرفس ده عايزه اقطعه،
بصوا انا حطيت شويه من التتبيله من تحت وهغطيها بالتتبيله التانيه من فوق كده، اوزعها على السمكيه كده عشان تشرب منها السمكه. ماشي كده، انا هحطها في صينيه الومنيوم كده عشان هحطها على النار، وهحط معاها قشر ايه، قشر الليمونه كده ماشي، وهحط معاها نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه كده بس، هغطيها بقى واسيبها تغلي غلوتين وادخلها الفرن. Thank you.